إذن مشاهدينا الكرام، للمزيد حول تأخر إقرار الموازنة العامة واختلاف الكتل السياسية على المخصصات ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان. أستاذ عبد الله، مرحبا بك. أخيرا استلم البرلمان الحالي الموازنة، ما الذي يشكله التأخر المستمر لتسليم الموازنة على المستويين السياسي والاقتصادي في العراق؟ تحية لحضرتك ولمشاهديكم الأكارم. عادة في الدول المستقرة الطبيعية أن تقدم الموازنة تشريعا وتنفيذا ومن الحكومة للتشريع قبل شهر أو شهرين من نفاذ السنة المنتهية، أي معناتها قبل بداية السنة المالية الجديدة. فبالتالي العراق يتميز بالتخلف عن هذه كل دول العالم، حتى موريتانيا والصومال والدنمارك، ولو عددنا كل دول العالم يعني تلتزم بهذه المواقيت إلا الحكومات العراقية، لأنه وهذا يؤثر تأثير سلبي بالتأكيد، وله تأثيرات كبيرة سياسية واقتصادية. أما من الناحية السياسية فهو التأثير تعميق عدم الثقة بالمواطن بالسلطة، وبالتالي هذا يشكل يعني حساسية سياسية كبيرة للمواطنين تجاه السلطة، ويسمح للخلافات السياسية أن تتعمق أكثر، وتكون السياسة المالية هي سلاح موجه ضد المواطن وليس لصالح المواطن، وبالتالي هذه هي المشاكل الاقتصادية الكبيرة التي تؤثر على تبرر حقيقة لا تؤثر تبرر تعطيل المشاريع التنموية المزعومة، وتبرر أيضا عملية الإنفاق، وتبرر عملية التطور الاقتصادي أو الخدمي للمواطن العراقي. لكن هناك دائما في كل عام في كل مرة يتم تأخير الموازنة، تارة من أجل تقديمها يعني من الحكومة، تارة من أجل مراجعتها في البرلمان. لماذا كل مرة يتم التعمد في تأخير تقديم الموازنة؟ السبب الرئيسي لهذا هو عدم وجود متخصصين، ولا توجد هناك إرادة لخدمة المواطن. هذه هي المشكلة الأساسية في عملية التأخير المستمرة، لأنه نفس الأخطاء تكرر، لأنه نفس الشخصيات ونفس الفكر السياسي يتعامل مع القضية المالية على أساس الاستحواذ المالي للأحزاب والأفراد والميليشيات، وبالتالي ستبقى العملية مستمرة بهذه الطريقة وتتأخر أيضا لوجود يعني المتخصصين الأصيليين، دائما هم خارج العراق مطاردين يعني مهاجرين مهجرين، فبالتالي لا توجد يعني إمكانية لإقامة يعني برامج حقيقية منها إدارة الملف المالي. من الذي يجعل المواطن أستاذ عبد الله المواطن العراقي مغيب من بعد يعني 2005 وحتى الآن مغيب، ليس لا يعتبر محور لطموح الحكومة وما المستوى الذي تريد أن تحققه في العراق؟ هل هذه الحكومات يعني فقط تصرف على مواردها، تصرف على تخصيصاتها ومخصصاتها، وتقوم بإجراء تعيينات كنوع من محاولة الإرضاء، وهذه التعيينات طبعا من واردات النفط، ليس هناك إنتاج؟ لماذا إذن يتحدث رئيس الحكومة عن أو رئيس الوزراء الحالي عن أن الأولوية لقطاع الخدمات، طبعا الأولوية للبنى التحتية؟ هذا الكلام ليس بجديد، هذا الكلام قيل على مدى الحكومات السابقة. بالضبط، هذا الكلام هو كلام إعلامي تسويقي ليس أكثر، لإرضاء النفوس الخاصة بهم، وإلا طبيعة النظام السياسي هي التي تمنع من تطوير العراق وإعطاء الشعب العراقي حقوقه الطبيعية في الصحة والتعليم والأمن والاستقرار والمعيشة والعمل. المشكلة أنه هي في طبيعة النظام السياسي طبيعة توافقية، أي تقاسم خيرات البلاد ما بين تحاصص. هذه الكتل تحاصص. محاصصة بالضبط، محاصصة هذه حصتك وهذه حصتي والمواطن بالضبط. خارج قوس بالضبط. هذه التعيينات اللي تفضلت حضرتك أشرت إليها هي ليست تعيينات يعني هي لإرضاء القاعدة الانتخابية وزيادة في عملية النظام الفساد أكثر، لأن كل وزير يأتي يجب أن
يستلم 1000-2000 درجة وظيفية لصالحه، وبالتالي هذه تنمع عنها فساد لكل درجة وظيفية، وحسب مكانها يأخذ مبلغ معين إلى ومبلغ الآخر إلى كتلته، فبالتالي هي هذه العملية الفساد مستمرة، فتبقى هذه العملية مستمرة ما دام هذا النظام بهذه الشكلية وبدون مساءلة، لأنه لا أحد يستطيع أن يساءل طرف آخر ولكن في هذا النظام السياسي. يعني ماذا نقول، يعني ماذا نصف، يعني هل هو على العراقي أن يفرح، على المواطن العراقي أن يفرح وأن يكون فخورا بحكومته؟ لأنهم يطالبون بحرص ويطالبون بشدة. مثلا عندك محافظ البصرة يشكو من تقليص مخصصاتهم في الموازنة الجديدة في وقت برر السودان ذلك بتقليص الموازنات بوجود مخصصات من الموازنات السابقة. كيف لك أن تصف لنا هذا الحرص على الموازنة والحرص على البناء والحرص على مصلحة المواطن العراقي؟ لا حقيقة هي المحافظات يعني، والمواطن العراقي يعرفها أكثر من عندنا، أنه هذه المحافظات هي محاصصة سياسية إلى كتل سياسية، فبالتالي هو يشكو أنه هذه الحصة التي كانت موجهة إلى سابقا الآن أقلت من حصة هذه الكتلة السياسية ومن تخصصاتها في الفساد، فبالتالي المواطن يعرف هذه، والمواطن يعرف ويدرك تماما أنه المحافظ بهذا وذاك ليس حريص على المواطن، إنما حريص على كتلته حتى يستمر في بقائه بالكرسي ليرضي هذه الكتلة، ويستمر أيضا في زيادة دخله الاقتصادي الشخصي على حساب المواطن العراقي. أما الشكوى ضرورة مهمة، الشكوى اللي يلقيها بعض المحافظين حقيقة يشعرون بعدم، يعني الشارع العام العراقي وبعض المحافظين هناك عدم عدالة في التوزيع. مثلا ثلاث محافظات اللي هي تشكل إقليم كردستان ميزانيتها واحدة تعادل ميزانية جميع المحافظات، يعني محافظة واحدة أربيل مخصصاتها أكثر من بغداد وأكثر من البصرة وأكثر من الموصل. هذه هي الشعور العام عند المواطن العراقي، فهذا ينعكس بالتأكيد على أنه هذول يحاولون، هذا المحافظين يحاولون أن يتاجروا بهذا المزاج الشارع العراقي عن هذه التوزيع المالية التي تفرضها الأحزاب بقوة، وأنا حقيقة نسميه بلطجة سياسية على المال العام العراقي. طيب أستاذ عبد الله، في ظل تثبيت أسعار النفط والحديث عن خسارة منتظرة طبعا من موارد النفط، هل هذا يعني أن الحكومة المقبلة سوف تقوم بسد العجز عن طريق فرض ضرائب على المواطنين؟ يعني كما نعلم أن أسعار النفط يعني مثبتة فيما يخص موضوع الموازنة، ولكن عندما ترتفع أسعار النفط أو تنخفض إلى أعمق نقطة، المواطن العراقي يعني ما الذي سيربحه من هذا الأمر؟ ولكن هل تعتقد أن المرحلة المقبلة ستكون مرحلة فرض ضرائب على المواطنين؟ المشكلة ليست في الضرائب، إنه الإشكالية إنه التقديرات الفنية إنه النفط العراقي سيخفض إنتاجه السنوي من 5-6%، هذا ينعكس مع ثبات الأسعار واحتمال انخفاضها أيضا، فبالتالي هذا يؤثر تأثير كبير على المواطن العراقي، وليست فقط في الضرائب. الضرائب ليست هي المشكلة، إنه راح يصير زيادة في البطالة، زيادة في رقعة الفساد، والأخطر هي زيادة مساحة توزيع المخدرات على العراقيين باستغلال هذا الوضع العام المتأزم النفسي لكل أبناء الشعب العراقي، فبالتالي المشكلة مشكلة كبيرة، وليست تعني الحكومة في حلها، ولا الحكومة ولا أحزابها يعني تريد أن تدعم المواطن العراقي، أو ببالها أن تخدم المواطن العراقي أو تجنبه المآسي والويلات التي تنتج عن سياستهم وعدم خبرتهم في إدارة أي دولة، ومقصود هو تدمير الشعب العراقي نتيجة وجود عناصر غير كفوءة في أماكن حساسة وتقديرات اقتصادية يعني خاطئة جدا لكل ما يجري في إدارة الملف الاقتصادي والمالي العراقي باستمرار. ماذا تتوقع أن يكون يعني من انعكاسات أو ردود فعل من الشارع العراقي تجاه يعني ما يجري
من موازنة وتخصيص أموال ويعود المواطن العراقي بخفي حنين. نحن نتحدث عن نسبة كبيرة من هم من تحت مستوى خط الفقر الذين تزداد نسبتهم حسب التقارير الدولية، وهنا نتحدث عن من يصفونهم العراقيون بمصطلحات معينة. العراقيين يمتلكون الآن قاعدة انطلاق وهي ثورة تشرين وأهدافها، فبالتالي عندهم مجال كبير للانطلاق على الاحتجاج الكبير على سوء الخدمات والتصرف السيء للإدارة المالية والاقتصادية والصحية للبلد، فبالتالي لا يمكن للسلطة أن تستمر بهذه مواجهة الشعب العراقي بالظلم أكثر وزيادة البطالة وزيادة نسبة خط الفقر عند الناس وزيادة فحش الأحزاب وتسلط الميليشيات والبيشمركة على حقوق الشعب العراقي. كل هذا سيأتي حتما بردود فعل إيجابية وثورية للشعب العراقي، لأنه العراقيين لديهم الآن قاعدة هي قاعدة ثورة تشرين ينطلقوا منها، وبالتالي تتسع رقعة الاحتجاجات وتضغط على السلطة يما أن تنهار بشكل كامل، وبالتالي يحقق العراقيين ولا يخاف العراقيين اليوم مجموع السلاح اللي موجود والمنتشر والدعم الإيراني والأمريكي لهذه السلطات، لكنه في مواجهة الجوع وزيادة الفقر وزيادة البطالة سيكون الشعب العراقي في مواجهة هذه الحكومات المتعاقبة وهذا النظام السياسي الفاسد الذي حقق لأعداء العراق كل ما يطلبون من تأثير اقتصادي وتدمير اجتماعي ومنهجي ومحاولات غياب الهوية الوطنية العراق تغييب الهوية الوطنية العراقية، كل هذه محاولات قدمها هذه أطراف العملية السياسية، لكن حتما سيصل إلى باب مسدود في مواجهة الشعب العراقي. شكرا جزيلا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي العراقي الأستاذ عبد الله سلمان.